سنتعرف في هذه الأمثلة والتمارين على كيفية حساب الوقت الاعتيادي والوقت القياسي بالاعتماد على مجموعة الخطوات والقوانين التي تم ذكرها أعلى. An office worker wants to set standard time to complete a task comprised of 3 job elements. He clocked work elements and chose to take 6 cycles as shown in table below. The fraction allowances for the task is 12% and performance rating for each element is also given in the table. Find the normal time and the standard time to complete the task. في هذا المثال أو في هذا التمرين هنالك عامل أو موظف يريد حساب الوقت القياسي لإتمام عمل أو مهمة اسمها كي متألفة من 3 عناصر، وكل عنصر يتم تكرار عدد الدورات 6 مرات. نسبة السماحات بالوقت هي 12% ومعدل الأداء لكل عنصر من قبل العامل معطى بالجدول التالي. نلاحظ في الجدول job element وهو عنصر العمل المتمثل ب 1 2 3. في بعض الأحيان يعطى job element كرموز أو كأحرف أو كوصف دقيق. cycle observed minutes الأوقات اللي تم تسجيلها من ساعة القياس اللي هي stopwatch بالدقائق. لكل cycle وقت معين واللي يقابل الإليمنت 1، يعني الإليمنت 1 تم إجراءه 6 مرات، في كل مرة يتم تسجيل وقت محدد وانجزه بالمرة الأولى ب 15 ثانية، بالمرة الثانية ب 10، بالمرة الثالثة ب 13، بالمرة الرابعة ب 17، بالمرة الخامسة 45، بالمرة السادسة 14. Performance rating معدل الأداء للعامل بالإليمنت الأول حيكون 100%، كذلك البيانات الخاصة بالعنصر الثاني. لغرض حل السؤال والحصول على normal time و standard time يتم اتباع الخطوات التالية، وهي نبدأ الخطوة الأولى. بما أن الوقت معطى بشكل cycle observed minute أي يعني أكثر من وقت للإليمنت الواحد، ذكر بالخطوات أعلى أنه يتم حساب average time for job 1 وهو مجموع الأوقات لكل الدورات على عددها. ففي الصف الأول جمعنا 15 والعشرة والثلاثة والسبعتاعش والخمسة واربعين والأربعتاعش على 6، حصلنا على 19 من. تكرر هذه الخطوة لكل العناصر الموجودة ونحصل من عندها في كل خطوة على النور الأفريج تايم. لغرض حساب النورمال تايم بالخطوة القادمة اللي هو من يأتي من الأفريج تايم في performance rating وذكر بالقانون سابقا، فنضرب قيمة الأفريج تايم في performance rating نحصل على قيمة النورمال تايم للجوب الأول، كذلك نكرر الخطوة والجوب الثاني والجوب الثالث. لغرض الحصول على total normal time لكل العملية، يعني هي شنو أقصد لكل العملية؟ العملية مجزئة لعدد من الإليمنت، كل إليمنت إلى normal time بمجموعهم كلهم نحصل على عملية بأكملها يتم جمعهم اللي هي بالجوب 1 19، جوب 2 35 فوق 926 وجوب 3 3.5، فحصلنا على 58 فوق 426. The standard time الوقت القياسي المطلوب حسابه للحصول على يمين من النورمال تايم and الالاونسز. الالاونسز احنا ذكرنا قلنا جدية قلنا 12%، لذلك اش راح تكون؟ راح تكون هنا الوقت اللي هو اللي حصلنا عليه total normal time على 1 ناقص اللي هي الالاونسز ونحصل على 66.39. الاكزامبل الثاني، الفرق بين خطوات الحساب عن الاكسرسايز الاول خطوة واحدة فقط، انه احنا نعطينا الافرج اوبزرف تايم، احنا كاحنا نحسب الافرج اوبزرف تايم من السايكل تايم، احنا هو نعطينا يعني اختصرنا خطوة، ماكو فرق ما عدا هاي الخطوة. اذا نعطينا الافرج اوبزرف تايم راح نطبقها مباشرة، واذا نعطيناها بشكل تفصيلي نحسبها من مجموعهم على عددهم.
هنا تم وصف العناصر بشكل تفصيلي، يعني الإليمنت الأول هو عبارة عن عملية رفع السيارة، وكذلك العنصر الثاني هي إزالة الفرامل، وكذلك العنصر الثالث هو غلق العجلات، وهكذا ممكن أن يوصف العمل بشكل تفصيلي. Example: A job has been subdivided into 5 elements. تم تقسيم العمل إلى 5 elements. The time for each element and respective rating are given in below. ونعطينا الوقت لكل عمل و average rating معدل الأداء. Calculate: احسب the normal and standard time for each element with relaxation allowances at 10% and contingency allowance 5% of basic time. نوعين من السماحات نعطينا اياها، مرة 10% ومرة 5% او basic time، يعني لازم نحسب basic time وعلى اساس نطلع السماحات. نلاحظ البيانات المعطاة بالجدول، احنا الحقل العمود الاخير او الحقل الاخير اللي تم به الحسابات واللي حنطلع من عند basic time اللي هو نفسه النورمال تايم. منين نحصل عليه؟ observe time لوقت المشاهد واللي هو نعطينا اياه من العمود الثاني واللي قابل كل إليمنت. في الـ Observed Rating هم نعطينا إياها بالعمود الثالث، على Standard Rating اللي هي دائما تأتي قيمتها 100 Standard Rating القياسية. فنطبق كل خطوة، بالخطوة الأولى الـ Average Observed Time 25% في 120 على 100 نحصل على 3/10. الخطوة الثانية 15% في 90 على 100 نحصل على 135، وكذلك لباقي الخطوات. هاي شو نحصل من عدها على النورمال تايم؟ للحصول على ستاندرد تايم اللي هو 2 من النورمال تايم زائد الالاونسز، هنا مذكور ان الالاونسز مرة 10% من الوقت الاساسي، فنجي ناخذ الوقت الاساسي بعد ان نجمعه بكل العناصر، يعني نجمع الـ 5 element نحصل على 1.680 من، نضرب في مقدار 10% نحصل على نسبة سماحات هي 0.163، وبالحالة الثانية 5% أيضا من الوقت الأساسي في النورمال تايم وهي 1.680 في 5% نحصل على 0.084 بالألف. مجموع دول الاثنين نضيفه الى النورمال تايم نحصل منه على الستاندرد تايم، نحصل منه على الستاندرد تايم. هنا عندنا ساعات العمل باليوم، ساعات العمل باليوم 6 ايام بالاسبوع في 8 ساعات عمل، يعني حيكون 48 ساعة. فعدد الوحدات المنتجة خلال الساعات الكلية او الايام الكلية راح يكون من 48 ساعة عمل 60 دقيقة على الوقت القياسي لانتاج وحدة واحدة اللي هو 1.932، فحنحصل على 1490.68 يونت. بما ان الوحدات المنتجة لا يجوز ان تكون بشكل كسور فراح نقربها، لان فوق النص راح تكون 1491. المثال البعدي نفس الخطوات السابقة لكن فرق شيء واحد، انه هو حاسبنا هنا total time for a pair of minutes، حاسبنا اياها احنا لازم شو نطلع؟ نطلع الافرج من كل خطوة. فهذا تمرين لكم تختبرون في نفسكم مدى فهمكم للسؤال. أقرأ لكم إياه: A job has been subdivided into elements. The time for each element، الوقت لكل عنصر معطى argument below، معطى في الجدول أثناء. The company assumes fraction allowances are 14%. بما أن الشركة قالت fraction allowances معناته الفاكتور يضعف، إذا allowances فقط بدون fraction تضعف. 14% of the world working day time calculate the normal time and the standard time for the day. إلى الآن أحسب الوقت الطبيعي والوقت القياسي.